المستقبل معززا في ذلك بانتمائه العائلي لمؤسسة الرئاسة. أنا بأيد الرئيس جمال مبارك فقط لا غير، عشان هو اللي بينفعنا، عشان حافظ القوانين كويس وعنده سياسة غميقة كويس. معلش بقى يعني أنا مش هعلق، حضرتك تعلق. واحد ممن أصبح على صلة وثيقة بجمال هو الملك المشارك لهذا الفندق ذي النجوم الخمسة، نجح هشام طلعت مصطفى في دعوة كل من كان له كيان في مصر لحضور حفل افتتاح فندق الفور سيزونز الذي يملكه. مرة تانية مش هعلق، حضرتك اتفضل.